أهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصرية. قلوب مصرية بنجدد احترامنا وتقديرنا وافتخارنا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شفناه وهو بيتابع بنفسه وبيتكلم وبيشدد على حكاية انك تلبس الوقاية والأجهزة عشان تسلم نفسك وتحمي نفسك. السيد الرئيس احنا كنا رشحناه لجائزة نوبل وبنزيد وبنأكد على ترشيح السيد الرئيس. احنا معاك وبيك وان شاء الله بإذن الله مصر دايما في الأمام. بقول للناس اللي قاعد على القنوات المأجورة واللي في تركيا والناس اللي شغالة بالدولار واليورو، حرام عليكم، خفوا شوية دبلاتكم، وفي يوم من الأيام هترجع يا إما مزلول أو مكهور أو مريض أو ميت. مصر قلبها كبير ورئيسها كبير وأكيد مش هنتعامل معاكم زي ما بتتعاملوا. أنا كنت بشكر زملائي في فريق الإعداد والمراسلين وبأكد على شكرهم. الأستاذة أميرة مراسل الإسكندرية حد كويس وكان معنا الحلقات اللي فاتت، وإن شاء الله بإذن الله يبقى معنا كل المراسلين يساهموا معنا في الحلقات. خلوني زي ما اتكلمت على السيدة المحترمة وزيرة الصحة وأشدنا بيها، نتكلم على وزير تاني محترم وبنشيد بيه، السيد الدكتور علي المصلحي وزير التموين. كان حاضر الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، شفنا إنجازات على أرض الواقع، شفنا حاجات بتتنفذ وشفنا احتياطيات موجودة لشهور لقدام. يعني الراجل بيطمننا، الوزراء بيطمنونا، السيد الوزير بيطمننا، الشركة القابضة برئاسة اللواء أحمد حسين رئيس الشركة القابضة احنا بنقول له متشكرين يا سيادة اللواء. تقرير ممتاز عن السنة المالية المنتهية في 30/6/19. لو احنا خدنا أرقام على السريع كده، إن حجم الأعمال للشركات التابعة للشركة القابضة كان 60 مليار جنيه خلال 18/19 مقابل 68 مليار العام السابق. الاستثمارات المنفذة على أرض الواقع 472 مليون مقابل 375 مليون العام السابق. اللي في تطوير وتحديث في قطاع الأغذية المحفوظة، قطاع الزيوت والمطاحن وشركات السكر والصناعات التكاملية المصرية. صافي الأرباح يمكن 800 مليون في مقابل 1.2 مليار العام السابق، بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة لكن أسعار السلع لم تزد، لأن الشركة القابضة ملتزمة بالجانب الاجتماعي
وخلينا نتكلم في الاحتياطيات. كان عندنا القمح الاحتياطي يكفي من 7 ل 8 شهور، حيث استيراد 800,000 طن. السكر احتياطي 5.7 بجانب الانتاج الجديد، يعني هيكفينا من 10 ل 11 شهر. الارز الاحتياطي 4.5 شهر. التوريد الجديد ان شاء الله في سبتمبر 2020. المكرونه الانتاج بيكفي وبيزيد. بقول كمان ان الشركه القابضه في تطوير دائم وفي تحديث دائم، وهم دائما على عهد وعلى الوهد مع السيد الرئيس، وبنشكرهم شركه القابضه للصناعات الغذائيه. شفنا المصانع شركات قطاع الاعمال العام في عز الازمات انقذونا الفتره اللي فاتت، شركات السكر والكحول والخل والمطهرات وشركات تانية تبع القبضة. احنا بنحيي كل الشركة القبضة للصناعات الغذائية وشركات القبضة التابعة للدولة، وبنقول هم دول سلاح الدولة. وخلوني ارحب بضيوف النهاردة، حلقة غير عادية النهاردة احنا بنستناها. الاستاذ محمد فاروق المنسق العام لحملة معاك بنفكر لبكرة، اهلا وسهلا بيك يا محمد بيه. اهلا بيك، بنفكر لبكرة مش معاك. الكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح عضو الهيئه العليا للحمله، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سعداء. الاستاذه انجي شهدي من قران الهيئه الوطنيه للاعلام، اهلا وسهلا بك يا استاذ انجي. خلونا نبدا بالاستاذ محمد. احنا شايفين في احزاب عدت ال 100 حزب، شايفين جمعيات، شايفين مبادرات، شايفين حاجات كتير، شايفينها على الورق وشايفينها في القنوات وشايفينها في الاعلام، وفي الاخر خالص بنلاقي الحزب اوضه حمام اوضه وصاله بيخدم على واحد زي ما بنقول، وفي الاخر خالص احنا ما بنلاقيش عشان يخدم على البلد. ايه راي حضرتك يا استاذ محمد وحمله بنفكر لبكره في الشارع؟ هو اولا الاحزاب اللي موجوده في الشارع في احزاب شغاله، بس هم معدودين على اعداد على الصوابع، فبنحييهم وبنقدر مجهودهم على الارض. يا ريت زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه بتاعتك اللي هي اوضه وصاله، يا ريت تنزلوا الشارع شويه وتحتكوا بالمواطن، لأن المواطن مش عاوز سياسة، المواطن عاوز خدمة. من بعد ما قفلنا انتهت الحملة الرئاسية للسيد الرئيس حملة مواطن، تداركنا الأمر لأن المواطن عاوز خدمة على الأرض، مش عاوز يتكلم في السياسة. فدي نجحنا فيها أثناء حملة مواطن اللي هي التوعية، وما زلنا بنكمل بيها في الحملة حملة بنفكر لبكرة، لأن احنا شفنا المواطن عاوز إيه ومشينا ورا المواطن لصالح الوطن. فاحنا طبعا بنناشد في احزاب شغاله دون ذكر اسماء، يعني طبعا شهادتي مجروحه. انا شايف وهبعد عن الجيزه وهتكلم في الشرقيه، حزب مستقبل الوطن شغال في الشرقيه كويس جدا جدا بقياده الاخ احمد الخطيب، احييه وربنا معاك. بتوع الجيزه شغالين برضو بالتوفيق وربنا يكرمهم. حزب المؤتمر شغال، حزب حماه وطن، في احزاب كتير، حزب الوفد شغال. فيا ريت كلنا نشتغل تحت اطار موحد هي الدوله المصريه عشان نطلع من المحنه والازمه اللي احنا فيها، لان احنا في كبوه شديده. فالشعب عاوز الامل، ربنا يرفع مقته وغضبه عنا ونعدي المحنه ديت ونكون ملتحمين خلف الدوله المصريه، لان اللي بيحصل في العالم كوارث. شايف الاستاذ حسين عاوز يضيف حاجه؟ بالنسبه للاحزاب انا مش هضيف على كلام الاستاذ محمد فاروق منسق عام الحمله، لان هو اصاب قلب الحقيقه. للاسف الشديد احنا بنشوف رئيس جمهوريه بينطلق بحكومه متميزه في العمل، بتجابه ازمه كورونا بمراحل مختلفه، بنقف على أرض صلبة، بنقف على جبال شامخين مرفوع الرأس، لأن مصر النهاردة بالإجراءات الاحترازية اللي قدمتها أكبر من دول كبرى كبيرة كنا نتطلع لأن ننظر إليها. النهاردة أمريكا، النهاردة إيطاليا، إسبانيا، إيران، تركيا، إيه اللي بيحصل؟ مصر الحمد لله تخطو بخطوات متميزة على أرض صلبة. رئيس لا يخاف إلا الله، رئيس يحب كل مصري، رئيس يرفض أن يتاجر باسم المصريين وباسم الشعب، رئيس ميزانية مضغوطة يطلع 100 مليار علشان صحة المواطن المصري، رئيس يقول أنا مش مهم عندي أي خسائر اقتصادية،
هذه دولة كبيرة ورئيس كبير. رئيس يرسل مساعدات طبية إلى الصين إلى إيطاليا، وزيرة فدائية تقوم بالزيارة لهذه الدول وتؤكد أن مصر كبيرة بجميع أبنائها واليمن واليمن كل 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 هذا في إطار منظومة محترمة تؤكد أن مصر بتاريخها القديم لها في التاريخ الحديث ما يجعلها إن شاء الله في مقدمة ومصاف الدول. نيجي للإنجي شهدي بنت دمياط، واحدة من نقول الفتيات اللي بيدوا دروس للرجالة اللي قاعدة في البيوت اللي ما بتشتغلش. لا، أستاذة إنجي تنزل وبتحضر مؤتمرات وبتغني للجيش وبتغني للشرطة ومتميزة وبتقول شعر ورمز كويس لبنت دمياط. عاوزين نسمع حاجة يا أستاذة إنجي. احنا عاوزين حكاية بطل. تمام. هحكي حكايتي وهبتديها من صغري حالة لحمي أراضيها، راح أعيش وأموت فيها وبروحي ودمي هبديها، راح أحكي حكايتي وهبتديها. حكاية طفل أبوه كان عقيد، سمع خبر وفاته يوم العيد بلبسه الجديد. أبوك مات شهيد، ده أنا ابنه الوحيد. حكاية طفل عاش حياته يتيم، دخل الطفل المدرسة وفي شنطته ورقة وقلم، كان كل يوم يروح يحيي العلم وقلبه مليان حزن وألم على أبوه اللي مات بعد سنين من الكفاح. كبر الطفل ولسه في عيونه الجراح، عاش طفولته ما شافش يوم مرتاح، أقسم بدم أبوه اللي راح لا يكمل مسيرته في طريق الجفاح. الطفل أصبح شاب وشاب في عروج النضال، وأربع سنين من حياته عاشها في مصنع الأبطال. أربع سنين انضباط طوابير وتمرينات، كل شيء بتوقيتات بتعليمات، قدر يصنع معجزات، وإنه مرة في لحظة يضعف دي من رابع المستحيلات. وجي اليوم اللي بقاله سنين بيستناه، وفي عيون أمه يشوف الفرحة اللي كانت وحشاه، ابنها بيتخرج والفرحة مش سايعاه، واتمنت ساعتها إن أبوه يكون وياه. ادعيلي يا أمي وفي مرة من دعاكي تنسينا، لأن أنا من بكرة رايح على سينا. شد ميري البس بيادة عمر سلاح، راح أصون ضميري وأدي العبادة وأقولها حي على الكفاح. تمام يا فندم، أنا البطل ابن البطل، دمه مش هيروح حضر. تمام يا فندم، حكاية بطل أنا هبتديها، وفي أي خدمة هأدي فيها، والشهادة هكون ناويها، وسينا هنحافظ عليها. شباب مصر المخلصين ليكوا عندي كلمتين، انتوا أمل البلد دي، إيديكوا في إيدينا، لازم نكون قد التحدي. إيديكوا في إيدينا والبر الأمان هنعدي، ولازم تكونوا في ظهرنا، لأن إحنا منكم وإنتم مننا، دمكم من دمنا، سنكم من سننا، والبلد دي هنحافظ عليها بروحنا ودمنا. ونقول لمصر اطمن، ولادك أبطال من حديد، ولو كل يوم هيموت شهيد، فاحنا ما بنخلصش وطابور الشهداء بينتهيش. طابور طويل فيه واحد شرطة والتاني جيش، رجالة ضع
غيرهم مفيش. يا نروح ونرجع ملفوفين في علم مصر، يا نروح ونرفع في أرض سينا راية النصر، ونقولها وبأعلى صوت: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلمات يمكن حركتنا جميعا، يمكن أي حد قاعد وبيسمع إنجي أكيد مشاعره تحرك، وأكيد يحس بالانتماء، وأكيد درس بيتوجه له جميع الخونة والمرتزقة اللي عايشين برا. نرجع للأستاذ محمد ونتكلم عن أنت شايف مصر إزاي في إدارة الأزمة؟ نجحنا في إدارة الأزمة، الأستاذ الحسيني قال إن إحنا ساعدنا دول كبرى كنا بنحلم بس إن إحنا نبص ليها، بقينا بنساعدهم وهم باصين علينا. يعني نقول مصر هتقود العالم الفترة اللي جاية؟ ده هيحصل. حاسبني على الجملة اللي أنا بقولها لك، في مش أنا بقولها جملة معينة على الهوا، هتحصل. بالنسبة خليني أشيد وشهادتي مجروحة بالسيد الرئيس لأنه بيدير من غرفة عمليات في الرئاسة 24 ساعة، بيتابع كل حاجة بنفسه. بنشكر الدكتور مصطفى مدبولي، أحييه لأنه فعلا أكتف شغل وباور، بيدير الأزمة بحنكة. اللي مصر عملته خلينا نقول بالمصريين بالرئيس وبالشعب، انتوا قلتوا رسالة للعالم اللي كانوا بيضحكوا علينا من سنين، يقول لك احنا الطب عندنا والعلم عندنا وكل التقدم والتكنولوجيا عندنا. النهارده طبعا احنا بندعو للسلام والإنسانية لأن احنا شعب طيب بالفطرة. الأزمة دارت بحنكة أو المانجمنت دار بحكمة استراتيجية. أنا برفع بقول شابوه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بيدير الأزمة بنفسه، وأنا أعلم ودي معلومة، مع الأجهزة بتاعته. أحيي الجيش المصري وبالتحديد سلاح الحرب الكيماوية، شكرا على اللي بتقدموه في الشارع المصري. في شيء منه ظاهر قدام الشعب غير اللي انتوا بتعملوه أثناء الحظر في جميع محافظات مصر. فعلا السيد الرئيس خايف على شعبه لأنه هو شخصيا إنسان، ودي أنا بقولها وأنا أعني هذه الكلمة. خلينا ناخد من كلام الأستاذ محمد، الرئيس الإنسان، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان، بيتعامل مع الناس كأب كأخ كصديق كواحد ابن بلد. احنا عندنا موضوع كان في مركز البدرشين، مركز البدرشين كان في حالة اتوفت بسبب الفيروس. الإجراءات الاحترازية يمكن في شكاوى كتير جات لنا من الناس من الأهالي ان لغاية النهاردة مفيش أي تفعيل لأي أدوار. الشارع يمكن حد بيروح يرش وطهره، لكن لغاية النهاردة يمكن احنا شايفين الحالة، الناس طلعت صلت عليها الجنازة وراحت وراها المقابر، وآلاف يمكن الجنازة يمكن كان وراها يمكن 2000 واحد. أكيد الناس دي كلها محتاجة إن حد بس يبص عليهم، ياخد بس نوعيات كده يعمل لها فحوصات. الابن المتوفي شغال في البنك، بنك مصر، رايح جاي عليه، ليه حد تاني شغال ظابط. الدنيا مفيش. اسمح لي مداخلة بعد ما حضرتك تخلص المقدمة. المفروض إن في مخبز في الشارع، المخبز اتقفل، معرفش يعني معرفش الدنيا ليه مفيش أي وضوح وأي شفافية في الموقف بالذات. الناس نسألهم بيقولوا إن إحنا مستنيين إجراءات المحافظة وإجراءات الطب الوقائي، ولغاية النهاردة ما اتعملش أي إجراء، والشارع شغال والناس رايحة جاية في الشارع، السريحة والتجار والبياعين، ومعرفش في مداخلة معانا من البدرشين. مداخلة معانا من البدرشين نائب بكر. أهلا وسهلا بك يا سيادة النائب. هاي يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير تمام. احنا حضرتك جالنا تليفونات بخصوص الحاله الموجوده في البدرشين، لغايه النهارده ما فيش اي اجراءات، لا في حظر على الشارع، الناس رايحه جايه عادي، الفرن بس اللي اتقفل، السريحه شغالين، ما اعرفش ايه اللي معطل الدنيا يا سياده النائب. ازيك يا محمود بيه؟ الله يخليك يا فندم. بص يا فندم، هو الموضوع ده اجراء احترازي بيتعمل من وزاره الصحه، هي اللي بتبلغ الامن على غلق الشوارع بعد ظهور حالات تانية، والكلام ده حصل النهارده بس يا فندم. يعني الحالات اللي خدوها الاول اللي كانت مرافقه للحاله ظهر منها حالتين اللي موجودين في حميات،
ظهر منها حالتين ايجابيه النهارده وواحده سلبيه. يعني هو قالوا حضرتك ان كان في حد بيغسله الشيخ معرفش مين بتاع العصير والاستاذ محمد طه المدرس والاثنين غسلوه، فمعرفش ايه اللي تم بالنسبه للناس دي. الاثنين يا فندم حتى الان بخير، عاملين حاجه لنفسهم في بيوتهم. لحد دلوقتي ما حدش ظهر عليه اي اعراض منهم، فاعتقد ان ما فيش حاجه فيهم لحد دلوقتي، وانا متابعهم بالتليفونات ومتابع اهليتهم وبنكلمهم بصفه مستمره يعني. طب حضرتك كان حد امبارح اتكلم ان هيبقى في مساعدات ووجبات والناس مش هتخرج ويبقى في حظر وكده، ولغايه النهارده ما فيش حاجه تمت. لا يا فندم، في اللي موجودين ما كانوا محجوزين في الحميات راح لهم لحد بيوتهم، عشان دول اسرهم معمول عليهم حجر صحي قافلين على نفسهم يعني. انما التانيين اللي هم ال 25 حاله الوجبات جاهزه في حال قفل الشارع يا فندم. وان شاء الله غالبا في خلال الساعات القليله دلوقتي الامن بيتحرك والصحه عشان يجيبوا الموافقات بغلق الشارع، ان الغلق ده يا فندم لازم يكون حصل حاجه ثانيه يعني، حالات ثانيه ظهرت من المخالطين. وبالفعل يعني في اشتباه في ثلاث حالات دلوقتي حالا لسه متبلغين بيهم، وبلغنا بيهم 105 حالا من خمس دقائق قبل ما سعادتك تتصل بيا دلوقتي، حصل الاتصال على 105 وتسجيل الثلاث حالات الجداد اللي هو مشتبه فيهم داخل الشارع. فبالتالي الامن بياخد اطلاعاته دلوقتي، والصحه بتطلع القرارات بتاعتها للغلق، هتسلمه لمديريه امن الجيزه وتباعا تبقى الرشيد تقفل باذن الله الشارع اللي هو فيه الحالات المشتبه فيها الجديده. فالاذعاف احنا في انتظارها ان شاء الله ساعه او ساعتين، هتيجي تشيل الثلاث حالات وهيبدا كده القفل، على اساس ان لو ظهر ايجابي بقى كده هيبقى قفل تام للشارع اللي وراه تباعا. نشكر معاليك سياده النائب والف شكر. تحت امرك محمود. شكرا جزيلا يا فندم. كنت عاوز تعمل مداخله؟ لا خلاص. لو في مداخلات ثانيه نستقبلها. نرجع للاستاذ الحسيني ونقول ايه دور الحمله في التوعيه في ارض الشارع يعني. احنا مش عاوزين اسماء ومسميات ونوزع شنط وكده وسايبين الناس مش عارفه حاجه، الناس لا الحمد لله شديد. محمود بيه حمله بنفكر لبكره، حمله خرجت من الشارع المصري، من ريف مصر، خرجت من العزب ومن الكفور ومن القرى ومن النجوع، خرجت من الصعيد ومن بحري، خرجت من القاهره العاصمه، تميزت في الاسكندريه، تميزت في كفر الشيخ، في سيدي سالم وفي تسوق وفي يعني مراكز كفر الشيخ بالكامل. أنا مش هذكر أسماء لأني هذكر أسماء مين ولا مين. شعب مصر العظيم أبناء حملة بنفكر لبكرة خرجوا بيأكدوا ولائهم وانتمائهم لبلدهم وحبهم لرئيسهم من خلال اللي بيقدموه في الشارع. حضرتك شفت يافطة واحدة أو مايكروفون واحد أو دعاية موجودة بتقول ولاد بنفكر لبكرة عملوا ايه في الشارع؟ احنا معانا ملك معوض من الاطفال اللي بتقول بنفكر لبكرة. يا ريت نشوف ملك وهي بتقول بنفكر لبكرة ورسالة لكل الناس. هنشوف ملك. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كلمات الشاعر العميد محمد هيكري على الابواب. حبيب كان غاب وله في القلب ألف حنين وألف حساب. على الأبواب حبيب كان غاب وله في القلب ألف حنين وألف حساب. وله لسة وله عزة وله أحباب. تعالى يا شهرنا الغالي قلوبنا كلها ترحاب. تعالى
احنا يمكن الوقت عدى سريعا، يمكن ما حسناش بوقت الحلقه. احنا معانا مداخلات كتير من البدرشين بعد النائب ما اتكلم. بنعتذر لكل اهالي البدرشين اللي هم دلوقتي على معانا في الانتظار، واكيد هنستكمل اللقاء في حلقه في الحلقه القادمه ان شاء الله. لكن خلوني ان انا اشكر السادة ضيوف الكرام المحترمين اللي حضروا معايا النهاردة رغم الحاضر ورغم الأواء. اسمح لي أقول كلمة بقى على لسان أهل البدرشين عشان طالما هم داخلين معاك في مداخلة. أنا عاوز أطمن أهل البدرشين، أنا امبارح كنت بكلم مكتب الوزيرة وزيرة الصحة بناء على الاتصالات اللي جات لي امبارح. اهدوا مفيش ذعر، أرجوكم محدش، وأنا بقول الجملة دي وأعنيها لأهلي وكلكم على دماغي من فوق، وانتوا عارفين ان محمد فاروق ما بيشتغلش المصلحه ولا مستني كرسي من حد. اهدوا، بلاش الذعر السياسي اللي موجود في البدرشين. احنا في محنه هنطلع منها ايا كان. انا اطمنت امبارح على الساده اللي موجودين في مستشفى الحميات، منهم احمد ربنا يطلعه بالسلامه ان شاء الله. الموضوع مش كبير، القيادات السياسيه شغاله كويس جدا، لان دي دوله بتدير منظومه عشان ده مرض دولي مش شخص. فتحياتي لاهل البدرشين جميعا، واطمئنوا هنطلع من المحنه اللي احنا فيها باذن الله. انا بتوجه بالشكر لحضرتك والاستاذ الحسيني والانجي اللي ما لحقناش نستمتع بيه، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله. تحياتي محمود عبد الله.